فأجابه يسوع وقال: إنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ننتهز الفرصة هذا الشهر الذي يشمل يوم المعلم العالمي للتحدث عن يسوع المعلم، مقدمين الشكر لله على تعليمه الذي وضعه أمامنا من خلال ابنه يسوع. نشكر الله على الكتاب المقدس الذي يرشدنا. غالباً ما أشار يسوع إلى الكتاب المقدس أثناء تعليمه الحشود قائلاً: إنه مكتوب. وغالباً ما أشار في تعاليمه إلى الخلق، إلى الحقول والجبال، للمزارعين وأكرام العنب، لشجرة التين، لبذور الخردل، لامرأة تخبز الخبز، للراعي وغيره كثيرون. يا رب يسوع، ساعدنا على اتباع تعاليمك، خاصة عندما يكون الأمر صعباً، عندما يقال لنا أن نحب ولا نكره، عندما يطلب منا ألا نحكم بل نساعد. ساعدنا دائماً لنرى طريقك ونتبعك. آمين.